اهلا بكم من جديد. النهارده هنناقش موضوع مهم جدا ومثير للقلق، وهو الطفل السارق، ولان الموضوع ده مهم ومتعلق بالاسر ومشكله محيره لكثير من الاباء والامهات وكثير من العائلات. الطفل السارق للاسف بعض الناس بيعتبروه انه بيعمل حاجه يعني مشينه جدا، البعض بيقول لك انه طبيعه المرحله العمريه اللي موجود فيها هي اللي اثرت فيه. عموما الطفل السارق هي ظاهره اجتماعيه موجوده من زمان جدا، وهي تتمثل في سرقه الممتلكات او المال من قبل الاطفال، وممكن يكون لهذه الظاهره تاثيرات سلبيه على الاطفال وكمان الاسر والمجتمعات. النهارده هنسلط الضوء على اسبابها، وهنتعرف على العوامل اللي تؤدي الى انتشار ظاهره السرقة بين الأطفال، وهيكون معنا ضيفتنا الدكتورة سعدية أبو عواد المتخصصة التربوية والنفسية. هنشوف الإنفوجراف اللي بيتكلم عن الطفل السارق الأول، وبعدين نرجع نستضيف ضيفتنا الكريمة ونكمل معها النقاش. اهلا بكم من تاني، ومعانا ضيفتنا الدكتوره سعديه ابو عواد المتخصصه التربويه النفسيه. دكتوره اهلا بيكي. اهلا بكم، حياكم الله. اهلا بيكي دكتوره. ما هو الطفل السارق، وعند اي عمر نقدر نقول ان الطفل ده سارق او بيمارس مجرد سلوك مشين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافيه وحياكم الله في هذا الوقت الطيب. اهلا وسهلا. بالنسبة للطفل السارق يعني احنا نقول انه السرقة يعني هو سلوك غير مقبول يشير الى امتلاك الطفل او الشخص ممتلكات لا تحق له او ليست من ضمن ممتلكاته في اي عمر من الاعمار. عندما يسعى الطفل ان يمتلك هذا الشيء الذي ليس من ممتلكاته نقول عنه انه هي سرقة، لكن لا نعتبرها سرقة كمشكلة، قد تكون هي مؤشر لمرحلة نمائية يعني لعدم قدرته على الفصل ما بين ممتلكاته وممتلكات الآخرين. فإذا إحنا حتى نحدد أنها مشكلة لابد أن نرى بأي مرحلة عمرية هذا الطفل، مستوى النمائي عند الطفل، لابد أن نرى ما الدافع وراء هذا السلوك حتى نقول عنه أنه ظاهرة سرقة، حتى يعني نحكم عليه أنا أصبحت ظاهرة عند الطفل. فهذا الأمر يعني يترتب حسب مثل ما قلنا المرحلة العمرية أو المستوى النمائي عند الطفل بالإضافة إلى الأسباب أو الدوافع. طيب دكتورة، هل هناك أسباب شائعة بتجعل الأطفال يسرقون؟ مثل ما ذكرنا في البداية أهم شيء إنه نتحدث عن المرحلة العمرية. المرحلة العمرية يعني مثلا ابن الطفل العمر سنتين ثلاث سنوات هو لا يستطيع أن يفصل ما بين ملكيته الخاصة وملكية الآخرين، لا يستطيع أن يميز، لا يستطيع أن يفرق، فهو يكون هنالك إلحاح بالنسبة لهذا الطفل أنه يرغب بالحصول على ذلك الشيء بغض النظر أنه هذا الشيء هو من ضمن ممتلكات أو ممتلكات الآخرين. يعني مفهوم الملكية عنده بكون لسه مش واضح عند الطفل، وهنا يأتي دور الوالدين إنه يعني تكون ردة فعلهم حسب المرحلة العمرية. ودائما نقول إنه كلما كانت الحكمة بالتعامل مع الموقف أول ردة فعل يعني مباشرة للمربي أو للوالدين بيأثر كثيرا في لاحقا في انه يتوقف هذا السلوك او انه ممكن يستمر هذا السلوك. طيب. طبعا هناك اسباب عديده يعني لسلوك السرقه، مثل ما قلنا انه الطفل لا يستطيع ان يضبط انفعالاته او رغبته القويه في الحصول على الشيء، ممكن يكون هو محروم من هذا الشيء وهو يريد فقط الحصول عليه او
يمكن أن يكون هذا الأمر مرتبط ب مثل ما قلنا عدم تعلمه للملكية، ممكن يكون مرتبط بالأقران حسب المرحلة العمرية، إذا كان يعني قريب ال 12 سنة أو من هذا القبيل ممكن يكون بسبب الأقران، يعني يريد أن يظهر قدراته، فهلوته، أنه شاطر، أنه بيستطيع أنه أي شيء يعني يحصل عليه بأساليب ذكية لكي يظهر لزملائه أنه ذكي، أنه قادر. قد يكون في عنده تدني اعتبار الذات ويريد أن يشعر أنه عندما يمتلك الأموال أو يمتلك الأشياء يعطيه قدراً من الاعتبار أمام الآخرين، أو أنه يريد أن يعني يجاري زملائه إذا كان يعني مستواهم المعيشي أعلى من مستوى المعيشة فيريد أن يجاريهم. ممكن أن يكون حسد، ممكن أن يكون انتقام، ممكن أن يكون نوع من التمرد، ممكن أن يكون إثارة، حسب نرجع نقول المرحلة العمرية. وهذا متعلق بشكل أساسي بطريقة التعامل، تعامل الأسرة أو المجتمع، هتكلم في هذه النقطة مع حضرتك، لكن حضرتك أثرتي نقطة مهمة وهي نقطة متعلقة بالسن والمرحلة العمرية. قلتي أنه الطفل عندما يكون سنتين أو ثلاث سنوات لا يدرك أنه يسرق ويحتاج أن يأخذ هذه الأشياء ويعتبرها أنها أشياء عامة للجميع. طب ما هو السن الذي نستطيع فيه التفريق أن هذا الطفل قرر أن يقوم بهذا الفعل وهو يعلم أنه سرق وأن هذا الطفل لم يقم بهذا الأمر بهذه الذريعة؟ يعني سنتين ثلاثة ماشي، طب لو قلنا أربع خمس سنين أو ست سنين أو حتى 12 أو 13 سنة. طبعاً في هنالك عامل آخر إحنا يعني ننظر إليه كمرحلة نمائية، يعني إحنا نرجع نقول مهما كانت المرحلة العمرية، يعني وإن كان السبب السرقة هي المرحلة العمرية كمرحلة يجب أن لا نقبل هذا السلوك أبداً، لكن كيف أن نعبر عن عدم قبولنا بهذا السلوك؟ هذا يترتب حسب المرحلة العمرية الموجود فيها الطفل. هلا الطفل في عمر سنتين ثلاث سنين لا يستطيع ان يدرك ما بين ملكيته وملكيه الاخرين، ايضا في عندنا عامل اخر مرتبط بالمرحله العمريه اللي هو مفهوم الخيال والواقع، الطفل احيانا يلتبس عليه مفهوم الخيال والواقع انه هذا يعني ما يتخيله، يتخيل حاله انه يلعب بالفلوس ويحصل عليها. هذا تقريبا لسن سبع سنين، ست سنوات، سبع سنوات تقريبا يبدأ الطفل يدرك ما بين الأشياء المتخيلة، حاضر فيلم، قارئ قصة، مثلاً أحلام اليقظة، أياً كانت. في هذا العمر مجرد ما هو تقريباً دخل في مرحلة المدرسة، ست سنوات دخل المدرسة، يستطيع أن يدرك القوانين، يستطيع أنه يدرك الملكية، ملكيته الخاصة وملكية الآخرين الخاصة. ايضا يعتمد على نضجه، يعني احيانا العمر صح هو عمر سبع سنوات ثمان سنوات، لكن يمكن يكون نضجه العقلي ما وصل لذلك المستوى، لابد انه الاباء يستطيعوا انه يقدروا مستوى الفهم عند الطفل والربط ما بين الاسباب والمسببات. الاطفال عندهم القدره على التجريد يعني بتتاخر شويه حتى عن بقيه الاطفال، كلها هي لابد انه الاباء يكون لديهم نوع من العلم، لابد ان يكون لديهم نوع من المعرفه للمراحل العمريه اللي بمروا فيها الابناء، خصائص هذه المراحل العمريه، متى بيستطيع انه الطفل مثل ما قلنا يميز في موضوع الملكيه، في موضوع ما بين الخيال وما بين الواقع، ويترتب على ذلك. طبعا احنا نرى انه الطفل حسب المرحله العمريه، المراحل العمرية الأولى لا يستطيع أن يركز على بعد واحد، وهذا كان تحدث عنها بياجيه في قدرات كقدرة معرفية عقلية عند الطفل، أنه لا يستطيع أن يركز على بعد واحد، أحيانا يركز فقط على انفعالاته، على مشاعره، أنه فقط يريد أن يمتلك هذا الشيء، لا يستطيع أن يركز على مشاعر الطرف المقابل له، أنه هذا طرفه الطرف المقابل له لأنه خسر هذا الشيء فأنه سيشعر بالأسى ويشعر بالأذى. هنا يتطلب من الوالدين أو المربين أنه يكون في هنالك نوع من الحزم ولكن أيضا المحبة. نعم. طيب دكتورة، هو في الحقيقة مصطلح الطفل السارق يمكن ثقيل، أنا لا أعلم علميا هل هو صحيح أم غير صحيح، لكن ان احنا نصم الطفل انه طفل سارق او حتى نذكره يعني مصطلح ثقيل، انت حضرتك تصححي لي، لكن لدي سؤال في الموضوع ده، هل الطفل يصبح سارق مره واحده يعني يطلق عليه طفل سارق او يسرق مره واحده، ام هناك بعض العلامات التي عندما تظهر عليه
لابد أن يدرك المربي أو الأب أو الأم أو حتى المدرسة أن الطفل عليه بعض العلامات ولابد أن يتعامل معها. بس حضرتك كلميني في الأول عن مصطلح الطفل السارق. يعني هو كل حالة يعني نحن لا نحكم عليها بالذات في المشكلات السلوكية والمشكلات النفسية، لا نستطيع أن نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين. كل حالة لها تعتبر حالة فردية تدرس بشكل منفصل عن الشخص الآخر. قد تكون مثل ما قلنا الحالة النمائية عنده، النمو المعرفي عنده مختلف، ممكن يكون الظروف البيئية الموجود فيها، عناصر الموقف اللي موجود فيها هذا الطفل مختلف عن عناصر الموجود فيها الطفل الآخر. أما بالنسبة للتسمية، نعم قطعا هي التسمية ليس من السهل، بالعكس إحنا لابد أن نؤخر كثيرا إطلاق تسمية السرقة عليه. يعني إحنا ممكن نحكي له إنه هذا السلوك يسمى سرقة، مش اسمه أخذت غرض أنا من عند أخوي بدون ما أني أطلب منه الإذن، أو أخذت من شنطة صاحبي الغرض بدون ما أطلب منه لأني حاب يكون عندي. فأنت يمكن وأتعاطف في البداية أيًا كانت المرحلة العمرية. نعم، أيًا كانت المرحلة العمرية نتعامل مع الموضوع بهذه الطريقة. توضيح، لابد من المناقشة، لابد أن يكون في هنالك حوار ونقاش. نحن دائما نقول في موضوع التربية علينا قبل أن يعني نهرع إلى العقاب أو استخدام القوة، علينا أن نفهم، علينا أن نفهم مهما كانت المرحلة العمرية، مرحلة متوسطة، متأخرة، مراهقة، طفولة مبكرة، يجب أن نفهم. وبناء على هذا الفهم يترتب على ذلك أنه أن نتخذ الخطة التربوية المناسبة لمعالجة هذا السلوك. مثل ما قلنا المعطيات مختلفة، لكن مثل ما تفضلت أنه لا نقوم بالليبلينج، لا نوصم الوصمة، يعني يصير في عنا وصمة أنه أنت سارق. طبعا هو لما يصير يليبل حاله أنه هو سارق خلاص مش راح تفرق معاه، لكن المعالجة الموضوع من البداية، كيفية المعالجة، كل ما كان فيها نوع من الحكمة، نقول حزم ومحبة من البداية، يشعر أنه أنت موجود كوالد كمربي، أنت موجود من أجله، أنت موجود لأجل أن تساعده في تخطي هذه المشكلة. يجب أن لا تشعره بالسوء، بالعكس أنه هو أصلاً بيكون شاعر بسوء إما لحالته النفسية أو يعني التعرض لهذا الموقف هو أمر ليس سهلاً. يعني لو افترضنا طفل عمره 4 سنين وبده شوكولاتة، الوالدين حكوا له لا خلص أخذ ده شيبس، إحنا ما بدنا نأخذ شوكولاتة اليوم. فبيجي بيمسك الشوكولاتة وبيخبيها بالأكياس مثلاً، وهو لأنه رغبته أنا بده شوكولاتة، يعني هو مش بده يسرق بس لأنه هو بده شوكولاتة. فبالتالي إحنا يعني تقدير ما هذا هو سؤالي يا دكتور، هذا هو سؤالي. يعني الطفل في مرحلة عمرية مثلا مبكرة 4 أو 5 سنوات أو حتى 7 سنوات تكون احتياجاته بسيطة، يحتاج حلوى، يحتاج شوكولاتة، يحتاج شيء يأكله، يحتاج شيء كزميله مثلا في المدرسة أو غيره. لكن عندما نتحدث عن 10 سنوات أو 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة يمكن الحاجات المسروقة بتختلف شوية، فده بيتناسب مع المرحلة العمرية ولا لازم يحصل تغير بقى في التعامل مع المربي ما بين الطفل اللي هو عايش شوكولاتة أو أخذ شوكولاتة والطفل اللي هو مثلا أخذ مال، ما ممكن يبقى 12 سنة وأخذ مال، مش عايز أسميه سرقة بس أخذ مال مثلا. بغض النظر إحنا ما هو المضمون اللي يعني أخذه أو سرقه، بغض النظر عن المرحلة العمرية، إحنا في المعالجات السلوكية في تعديل السلوك نقول إنه هنالك معايير حتى نحكم على السلوك أنه سلوك غير سوي أو أصبح ظاهرة أو ظاهرة عند هذا الطفل أنه نقول سرق. أول مرة لا نقول عنها سرقة، لأول مرة لا نقول، قد تكون تجربة، هو يريد أن يجرب، يريد أن يجرب قدرته على امتلاك هذا الشيء، يريد أن يجرب كيف يشعر بمتعة أنه حصل على هذا الشيء، يريد أن يجرب. قد تكون في البداية، نحن لا نحكم على السلوك أنه سلوك مشكل إلا إذا توفر فيه عدد من المعايير. أولاً الشدة والمدة والتكرار، يعني أولاً الشدة، ثانياً المدة والتكرار. يعني إذا تكرر السلوك نقول عنه نعم أنه هذا يعني السلوك. يعني إيه الشدة دكتورة؟ يعني إيه الشدة؟ يعني الشدة مثلاً إذا ترافق مع السرقة الإيذاء والضرب والعدوانية، السب، الكذب، يعني كان مظاهر يعني مظهر لم يقتصر فقط على السرقة فقط، وإنما كسر القفل ويعني أمام الناس،
شدة السلوك نفسه كان يعني فيه نوع من العنف. نعم. المدة مثلاً إنه ليس فترة قصيرة فقط هي يعني بفترة معينة وينتهي هذا السلوك، وإنما يتكرر هذا السلوك ويستمر لفترة زمنية طويلة، فهي تعتبر هذه من معايير الحكم على السلوك، إنه الشدة والمدة والتكرار هذه مهمة جداً، بالإضافة عندنا معايير نسميها المعيار الذاتي، المعيار الاجتماعي، ومعيار يعني عدة معايير، لكن هذه نعم. بشكل أساسي للحكم على السلوكيات هي من المهم الوالدين أو المربي أنهم يعرفوا متى يطلقوا على الطفل أنك أنت سرقت. طيب بالنسبة للتعامل يا دكتورة، كيفية معالجة هذا الأمر؟ لو نتكلم مثلاً على الأسرة، على الأب والأم، ونتكلم على الطفل اللي هو بيسرق حاجات بسيطة، والطفل اللي هو وصل للمرحلة اللي حضرتك بتتكلمي عنها أنه كسر القفل وعمل أشياء يعني من هذا القبيل. طيب هلا يعني احنا بالعموم دائما نركز على رد فعل الوالدين لاول مره. رد فعل الوالدين، كثير من رد فعل الوالدين تكون عنيفه، العنف قطعا يعني يجعل الطفل يخاف، خاصه اذا في المراحل العمريه الاولى، يجعل الطفل يخاف مره اخرى، لا يفضي للوالدين انه شو السبب، ليش انا عملت هذا الشيء. ممكن انه الخوف يقوده الى انه يستمر بالخفاء اكثر ويقترن السرقه بالكذب، يعني نعم. كثير من الاطفال السرقه مقترنه بموضوع الكذب، فرده فعل الوالدين لابد ان يشعره بالامان. هو احيانا الطفل ممكن يشعر انه المال هذا يشعره بالامان، فانا لازم اشعره بالامان حتى انه يعني في النهايه يتخلى عن هذا التصرف او هذا السلوك. رده فعل الوالدين مهمه جدا. الطريقه اللي بعالج فيها الموقف، مثلا طفل اخذ شوكولاته من المحل، اما انا بصرخ وبضرب وبكسر او بجي بحكي له بنزل لعنده، ماما انت ليش اخذت هذا الشيء، يمكن انت حابب يكون عندك، طيب ماما انت احكي لي، طيب تخيل انت هذا صاحب المحل اجى رئيسه حكى له وين الفلوس ثمن هاي الشوكولاته، طب بده يدفعها من جيبته، طب انت بتقبلها يا ماما انه هو يتعرض للاذى او الضرر، طب شو الحل؟ خليه يشاركك انت في الحل، خليه يكون هو كما هو سبب في هذه المشكله ان يكون سبب في الحل، هون بيجعله يفكر ما بين السلوك والنتائج المترتبه على هذا السلوك المتعلقه بالاخرين، انه يتعاطف مع الاخرين، وان القاعده الذهبيه انه نخاطب الطفل انه او الابن انه انت يجب ان تتعامل مع الاخرين كما تحب ان تتعامل انت، هل تحب احد ان يسرق منك شيء؟ او ممتلكاتك او ياخذ منك شيء من هذه الممتلكات، طب خلينا نفكر سويه كيف نستطيع ان نحل يعني بالنقاش وبالهدوء. نعم طبعا النقاش والهدوء، ويضع اقتراحات ونحن نؤيد هذه الاقتراحات او لا نؤيدها. اولها انه ان تعيد الامر الى افضل مما كان، اذا كان يعني انه ترجع الشوكولاته مع الاعتذار او رساله اعتذار، اكتب له اذا كان في المرحله الابتدائيه يعني بيكتب، اكتب رساله اعتذار لهذا الشخص، أبدي أظهر ندمك. هذه الأمور، هذا الحزم إحنا بنتحدث عنه، الحزم مختلف عن العنف، يعني الحزم لا يعني أنه أنا يعني كلها أمور ترغيبية يا دكتورة حضرتك بتكلمي فيها، يعني لا نقوم بالترهيب أبدا، أنك مثلا لو عملت هذا الأمر مرة أخرى، إن فعلت السرقة مرة أخرى، إن كسرت القفل مرة أخرى، إن أخذت شيء ليس من حقك مرة أخرى، سأقوم بكذا وكذا وكذا. هل من ضمن السلوكيات التربويه ان نقوم بهذا الامر ام لها امور ترغيبيه؟ في المرحله العمريه قطعا لابد انه نوضح له انه في هنالك معايير للسلوك المقبول و طيب حضرتك ياتي على مربط الفرس زي ما بيقولوا، في اي مرحله عمريه بيختلف الامر؟ يعني بالنسبه لسبع سنوات لو احنا قلنا له او ست سنوات الكلام ده او خمس سنوات ممكن ما يدركش. بكل المراحل العمريه؟ لا، بكل المراحل العمريه نحن نتحدث ونوضح، وهو يأخذ الجرعة التي تناسب مستواه المعرفي والعقلي. نحن نوضح دائما من عمر السنتين والثلاث سنين، هذا الملك له، هذا إلي، هذا إلك، هذا تليفوني، هذا تليفونك، هذه شنطتي، هذه شنطتك، هذه فلوسي، هذه فلوسك. ببدأ أعلم الطفل الملكيتي أنا وملكية الآخرين من البداية، وبنقاش وبحديث أوضح هذا الأمر. طيب لما أنا أخذ منك الشوكولاتة زعلت، شفت كيف زعلت، بصير أنا أخذ الشوكولاتة منه بدون ما أنه هو يعرف، هو بيزعل كمان، فببدأ عملية الربط ما بين السبب والسبب والنتيجة. دكتورة ممكن يحصل تناقض، يعني إحنا في السن في الأطفال في هذا العمر نعلمه ألا يكون سارق مثلا أو لا يقوم بهذا الفعل المشين، ونعلمه في المقابل المشاركة
وانه يحب اصدقائه وانه يتشارك اللعب المختلفه، كيف يمكن الموازنه بين الامرين؟ المشاركه احنا في موضوع المشاركه اللعب التشاركي تقريبا لسن يعني 6 سنين 7 سنين نبلش نحكي للطفل انه اللعب التشاركي، بعدين للمرحله المتوسطه الطفوله المتوسطه اللعب التعاوني، يعني احنا حسب المرحله العمريه، لانه لابد ان نرسخ فيه عنده مفهوم الملكيه الخاصه حتى يفهم ملكيه الاخرين. يعني احنا لابد انه يعني نؤكد، احيانا الوالدين بينزع عن الطفل، بدي اعلمه الكرم وهو صغير، بس ما بيتداخل هذا الامر على موضوع الملكيه الذاتيه او الملكيه الفرديه. لابد انه نعلمه الملكيه الفرديه، نحترم هذه الملكيه، نحترمها ونقف عندها، لانه اذا انا تعلمت انك او يعني استاذن، نعلمه الاستئذان، انه ماما ممكن اخذ مثلا قلمك لو سمحت اخذ قلمك، انا بعلمه هذا الامر، ليه؟ لانه هذا لك يعني ملكيتك انت الخاصه. فهي عمليه تعليم قبل ما انها عمليه عقاب. يعني احنا احيانا كوالدين بنقصر في موضوع التعليم، احنا لابد ان نعلمه ما يجب ان يقوم به قبل ما انه نعاقبه على ما لا يجب ان يقوم به. يعني انا بعلمه خلقين، انا بعلمه ان الحاجه دي بتاعتك وحاجة الآخرين شيء آخر، احتفظ بحاجتك ولا تقرب من حاجيات الآخرين، وبنعلمه كمان المشاركة، المشاركة جيدة، علمناه الخلقين. طيب هل هناك اختلاف ما بين السرقة أو حتى التعامل مع السرقة ما بين النساء أو ما بين الأطفال في مثلا البنات والأولاد؟ السرقة سرقة عند بنات ولا عند أولاد؟ هي والأشياء المسروقة. نعم نعم، بغض النظر يعني سواء بغض النظر عن الجنس او من الذي سرق، هي السرقه واحده بغض النظر، سواء المرحله العمريه، سواء نوعيه الاشياء التي تم سرقتها، ممن تم سرقته، من هو السارق. السرقه هو تعدي على ممتلكات الاخرين بغير وجه حق. طب هل هناك دراسات يا دكتوره، دراسات حديثه مثلا بتتكلم عن ان في مرحله عمريه معينه بيزيد فيها معدل السرقات، او في جنس معين مثلا الاطفال مثلا في سن كذا، او الاطفال الاولاد مثلا السرقه منتشره فيهم اكثر من الاناث او العكس؟ يعني ام انها امور نسبيه؟ يعني ما دون المدرسه، هي ما دون المدرسه قد تكون الملاحظات بسيطه خاصه من الاهل ومن الاسره، بيعتبروا الموضوع يعني حبي وودي، يعني انه اخذ من ماما اخذ من البابا، لكن هي بتبدا تظهر بشكل اكبر عند دخول المدرسه، لما يصير في نوع من المقارنه ما بين الاقران، لما تصير في نوع من يعني احيانا مغايضه ما بين الاطفال مع بعضهم البعض، فيعني بصير في رغبه في انه ينتقم من الطفل الاخر اللي بيغايضه، فبروح بينتزع منه هذا الشيء. فالمدرسه قطعا هي يعني تعتبر النقلة الفارقة، نعم، ما بين كل مدرسة بعد. طيب آخر سؤال دكتورة، لأني وقتي انتهى للأسف، هل يمكن أن تتحول السرقة باختصار لو سمحتي إلى شيء مرضي فلا بد أن نذهب للمختص كي يقوم بمعالجة الطفل؟ أنت عم بتحكي لي أنا متى يجب أن يعني ألجأ إلى المختص؟ نعم، ألجأ إلى المختص إذا لم أستطع، لم أعرف سبب السلوك. طبعا إحنا كوالدين مطلب منا إني أجلس مع ابني مهما كان عمره، أعرف شو الدوافع، شو الدافع، أتعاطف معه، إني أشعره بالأمان، لابد إني أخبره إنه أنا مثل ما قلنا أنا بحبك، أنا موجود من أجلك، أشعره بالأمان إنه بعيداً عن العقاب، ما يكونش هذا في إيقاع يعني إني أنا أنتقم من الولد لأنه عمل هذا وفضحني أمام الناس وما إلى ذلك، يكون في نوع من التعزيز بالعكس لما يسلك السلوك المناسب والأمين إني أثني عليه وأعززه. لكن إذا أنا ما عرفت السبب بدي ألجأ لمختص، إذا لم أستطع إيقاف السلوك لابد إني أنا يعني ألجأ لمختص. لم أستطع أن أتعامل مع الطفل لابد إني ألجأ إلى مختص. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتورة سعدية أبو عواد المتخصصة التربوية النفسية على كل هذه المعلومات القيمة. طبعا الموضوع كبير يا جماعة، وموضوع السرقة، مش هنقول السرقة بقى، موضوع إن بعض الأطفال بيحبوا ياخدوا حاجة مش بتاعتهم، خلينا نسمي الحاجات بمسمياتها الطبيعية، موضوع مهم وموضوع شائك وموضوع تقريبا موجود في أغلب البيوت. الدكتورة أفادتنا ربنا يبارك فيها في قصة كيف نتعامل مع هذا الأمر مع أطفالنا حتى نخرج طفل سليم وسوي في المجتمع.